أفاد مراسل العربي بسقوط شهيدة وإصابة 15 آخرين جراء استهداف الاحتلال لمواطنين تجمعوا بالقرب من جسر وادي غزة. وأطلق الاحتلال الإسرائيلي النار على المواطنين الفلسطينيين الذين تجمعوا في شارع الرشيد غربي مدينة الزهراء وسط قطاع غزة استعدادا للعودة إلى منازلهم في مناطق شمالي القطاع. فالبنت وامها الصبح قرروا انهم يرجعوا تاني على الشمال، هم سكان بيت لاهي يعني. فعند ما وصلوا هم في شارع الرشيد كانت مجموعه من الناس فهجموه قوات الاحتلال بالمدفعيه بشكل مباشر.